كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن تلسكوب هابل الفضائي تمكن من رصد ثقب أسود عملاق يسير بسرعة فائقة المجري. وأشارت ناسا إلى أن الواقعة التي لم توثق من قبل إطلاقه التقطها هابل بالصدفة. فما هو هذا الثقب الأسود العملاق الذي كشفت عنه وكالة ناسا؟ وما هي طبيعته ومميزاته؟ وكيف يمكن لهذا الاكتشاف الجديد فهم طبيعة الكون؟ وما الفائدة التي سيوفرها للبحث العلمي؟ يزن الجسم الذي رصده تلسكوب هابل الفضائي وفق ما أعلنته وكالة ناسا حوالي 20 مليون شمس، مع الإشارة إلى أن وزن الشمس يعادل حوالي 330 ألف ضعف لوزن كوكب الأرض. ناسا أوضحت أن الثقب الأسود العملاق يسير بسرعة هائلة، مشيرة إلى أنه يستطيع قطع مسافة تقدر بتلك التي تفصل بين الأرض وبين القمر خلال 14 دقيقة فقط. وكالة الفضاء الأمريكية أيضا أشارت إلى أن الثقب المرصود خلف وراءه خطا من النجوم الحديثة على طول 200 ألف سنة ضوئية، أي ضعفي قطر مجرة نادر بالتبانة. علماء في الفيزياء النظرية قالوا أن الاكتشاف الحديث يشبه مكنسة كهربائية عملاقة لا يمكنها امتصاص الأوساخ من أمامها، لأنها تسير بسرعة هائلة إلى أنها تعيث الفوضى من حولها في طريقها مرورا. يذكر أن تلسكوب هابل الذي التقط الثقب الأسود حديثة هو مرصد فضائي أطلق نحو الفضاء في عام 1990، ومنذ ذلك الحين وهو يدور حول كوكب الأرض ليمد الفلكيين بأوضح وبأفضل صور الفضاء، وليلتقط الصور على مدار 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع منذ انطلاقه وحتى هذه اللحظة. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من ميونخ أحمد فريد، الباحث في علوم الفضاء. أهلا بك على شاشة الحرة. يعني ربما السؤال الأبرز الآن هو ما هو هذا الثقب الأسود العملاق؟ أهلا وسهلا بحضرتك بارا صباح الحرة. بالنسبة للثقوب السوداء مثلا، هي بدأت من أينشتاين من أول ما قال المفروض ما هو يقدر يكون في ثقوب سوداء او موجود ثقوب سوداء من غير ما يشوف ثقوب سوداء. وكمل بعد كده ستيف هوكينج عن الثقوب السوداء وعن البحث عن الثقوب السوداء في الكون لغايه 2019. وفات ستيف هوكينج كان 2019، بعديها على طول بسنه بالظبط تم اكتشاف اول ثقب اسود، وفعلا بالكاميرات بناء على ان الثقب الاسود لا يمكن اكتشافه بطريقه سهله، ولكن اكتشافها عامه هو محتاج بؤره كامله، هي بؤره الارض كبؤره بحجم الكره الارضيه كلها. فبيتم اكتشاف الثقوب السوداء عن طريق تلسكوب من جميع جهات الكره الارضيه، يعني بيكون في تلسكوبس موجوده في جميع جهات الكره الارضيه متوصله ب سواء كان هابل او جيمس ويب، وبناء عليه ان يقدر ان هو يقدر يحلل الصوره اذا كانت الصوره دي فعلا موجوده لثقب اسود ولا لا. وجود الثقوب السوداء هي عباره عن يعني طبعا في كذا علم من العلوم، وهو اذا كان هي بتطلع على عالم موازي او بيكون جواها طبعا يعني نقطه لاتصال لداخل عالم ثاني خالص. طبعا مش عايز اكون الموضوع شوية خيالي بالنسبة للمستمع والمشاهد، ولكن الثقوب السوداء هي 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 حاجة فوق المنطق الإنساني اللي عليه المعترف عليه لغاية دلوقتي، ولذلك العلم بيحاول إن هو يقدر إن هو يشوف أكتر إيه هي الثقوب السوداء، لأن الثقب الأسود عامة فيه جاذبية كبيرة جدا بتمتص الطاقة وتمتص أي حاجة توصل له، يعني سواء إذا كان ضوء أو سواء إذا كان مركبة فضائية أو أي نوع من أنواع الحاجات البشرية المنتجة، فيمتصها إلى الأخيره. وبناء عليه صعب اكتشاف الثقب الأسود لأن هو بيمتص الضوء، لو أي حاجة مسلطة فبتمتص الضوء، فمنعرفش إن احنا نوصل للثقب الأسود أصلا. طيب، ولكن دكتور أحمد، لطالما كان الحديث عن الثقوب السوداء مرتبط يعني دوما بالأشياء السلبية، فيقولون لقد ذهب في ثقب أسود أي أنه ضاع، هل هناك أي خطورة ربما على المدى الضيق على كوكبنا كوكب الأرض من هذا الثقب؟ طبعا البعد بعد الثقب الاسود
عن كوكب الكرة الأرضية هو لا يؤدي إلى إن الكرة الأرضية تمتص أو تمتص في الثقب الأسود نفسه، لأن عمر الكرة الأرضية لا يعني بعيدا عن يعني ملايين السنين الضوئية ما بيننا وما بين أقرب ثقب أسود لينا، فهو لا يسبب خطورة، ولكن الجزء المتاح حاليا إن إحنا نقدر نوصل لما هو الثقب الأسود عامة وما وراء الثقب الأسود ولماذا يوجد هذا الثقب الأسود. الأسود طبعا هو معظم الثقوب السوداء بتبقى ناتجة عن موت نجم، يعني إحنا بنقول إن هو ديد ستار، وديد ستار دي هي اللي بينتج عنها الثقب الأسود، لأن في الوقت اللي بيجي عليه إن الشمس وهي النجم بتاع الكرة الأرضية تنفع أو تخلص، يقدر بعد كده إن عن طريقها ينتج هذه الثقوب السوداء أو البلاك هولز. من ناحية الخطورة طبعا مش يعني مش حقيقية، مش موجودة أو مش هنعصرها بمعنى أصح، يعني أنا وجيلي وجيلي اللي بعدين وجيلي اللي بعدين. طيب، يعني هذا الثقب الأسود يخلف من ورائه العديد من النجوم الحديثة أيضا، كيف يؤثر ذلك على كوكب الأرض؟ هل نشهد ربما مجلات أخرى من الجاذبية؟ كيف نتأثر بمثل هذه الأحداث الكونية؟ الجاذبية عامة في الكون أو على الكرة الأرضية هي مختلفة من كوكب لآخر، وإذ كانت الجاذبية أو جزء من الكرة الأرضية نفسه موجود عليه جاذبية أكتر من جزء تاني موجود في الكرة الأرضية جاذبية مختلفة عليه، بمعنى إن مثلا منطقة الأهرامات في الجيزة مثلا عليها جاذبية كبيرة جدا، ولكن في منطقة تانية بتكون الجاذبية عليها أقل. الاختلاف ما بين الجاذبيات إحنا كبشر مش بنحسها على الكرة الأرضية، يعني مش معنى كده إن في منطقة بتحس إن الجاذبية أكتر فيها إن أنت بتقف أكتر فيها أو بتبقى ثابت اكتر فيها، ولكن ده بينتج عن وجود الليكويديتي او السوائل اللي موجوده تحت سطح الكره الارضيه بيأثر على وجود الجاذبيه دي. شكرا لك يا ضيفي. شكرا لك ضيفي من ميونخ احمد فريد، الباحث في علوم الفضاء، كنت معنا مباشره على هواء الحريه.